السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. أنا لطفي عبد الله بن محمد بن عبد الله السلماني، ساكن مدينة فاس، أزاول المهنة ديال الباركيلات ديال بالرخص بالمسائل القانونية، وهاد الناس هادو جاو نزعوا لي الملكيات ديال الأرض ديالي مقابل باش يديروا هما لي باركي، وباغين يفوتوه لشركة أجنبية على ما تنسمعوا علما. الله يجازيكم بخير. نعم سيدي، كنشكروا سيادتكم موقرة باش تشوفوا لنا الحالة ديالنا والحالة ديال هاد الحاج حمد اليماني وهاد الناس اللي متضررين كاملين. والإصلاح هنا لا ما استشروا معايا ما والو، ما استشروا معايا ما والو، حتى لقيت البلان نازل. نعم سيدي، قال لك طلعت للمحافظة لقيت الملكيات ديالي منزوعين، فاش قلت لهم علاش؟ قال كنديروا باركيل، وانا كنمارس باركيل، علاش تزولوا لي هذا الباركيل وتقطعوا لي الرزق ديال ولادي؟ ربي ما يبغيش. والاصلاح حنا نصلحوا. نعم سيدي، الراصده الا طلبونا نصلحوا، عطينا الرخص نصلحوا حنا الراصده. وتنقدم لكم واحد الشعر على صاحب الجلاله، قالوا لنا يجي امير المؤمنين لمدينه الرصيف جوالو، جلسنا باب الباركيلات حتى عينينا حوالو، عيا قلبنا ما يصبر على باركيلاتنا دموعنا سالو، ما حنا شي مغامرين في هاد فاس مولاي، تغيب علينا تعلق بالرجوع، جلسنا باب الرصيف كنتسناو صاحب الجلاله بكثير من الدموع.